اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. قالوا في العلم وفي الطب وفي الابحاث العلميه الصحه تاج عروس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. الكلام ده عايزين نطبقه نظري يوم في الاسبوع كالمعتاد مع الشيف المغازي. فالاكل بتاعنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. هنقول ارضيحي؟ لا، ده بالعكس، في شغل كتير جدا في الحلقه ومجهود كبير هيبذل علشان اعوض البروتين الحي او البروتين المفعول اذا كان فراخ او لحمه ولا سمك. معايا السبانخ النهارده من خير ارضنا، سبانخ غنيه بالحديد، غنيه بالكالسيوم، غنيه بالمعادن. هنعملها جراتان مع الشوفان. الشوفان اللي هو الشوفان البودر والشوفان السليم. حبوب الشوفان او قشور الشوفان موجوده في اي ماركت، موجوده باسعار مختلفه. جيب الشوفان الطبيعي اللي ما فيهوش اي فليفر. هنعمله جلاتان مع سبانخ لطيفه وجميله. هتاخد جبنه شيدر او موزاريلا حسب الرغبه. معانا شوربه كوسه النهارده، والشتا بيحب الشرب وانواع الشرب والتنوع في الشرب. هنعمل الكوسه النهارده شوربه بالجبنه. نعملها بالجبنه الشيدر او الموزاريلا اختياري، بس امتى نحط الجبنه على شوربه الكوسه عشان تاخد طعم مزيج لطيف وجميل وانسيابي؟ هنشوف الكلام ده في التفاصيل. معايا طبق سلطه جميل النهارده، سلطه الطماطم بالزيتون. طبق مقبلات فواتح للشهيه، سيبك من المخللات اللي ممكن تحطها على السفره واحنا بنعمل ريجيم او بنعمل دايت هتفتح الشهيه، وده لما ناكل مثلا معلقتين ثلاثه هناكل 10، فانا مش عايز مقبلات لفواتح الشهيه على السفره واحنا بنعمل دايت. مش عايز اطول حضراتكم لان الاكل النهارده اكل صحي والوقايه خير من العلاج. اكتب الجمله دي المكونه من اربع حروف او من اربع كلمات، اكتبها على باب التلاجه يوم في الاسبوع. احنا يوم الاحد من كل اسبوع اكلنا بيكون اكل صحي باقل تكلفه ممكنه، ولكن العناصر الغذائيه والقيمه الغذائيه اللي موجوده في كل طبق مفيده جدا للصغير والكبير. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الاستعراض الجميل والصورة الحلوة فيها ماتيريال بس، ولكن معانا مخرج شاطر للأمانة وفريق عمل شاطر جدا. حابين نوصل رسالة. ايه الرسالة يا عم الشيف؟ ان احنا مش جايبين حاجة مش موجودة. والله العظيم لو فتحت درج التلاجة هتلاقي خمس ست حبات كوسة موجودين، كنت عاملة محشي كوسة الأسبوع اللي فات وموجودين عندك. تعال نعملهم شوربة النهاردة لطيفة وجميلة بالجبنة الموزاريلا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ودايما نقول الكرفس ملك الشوربة. مكونات شوربة الكوسة على الشاشة. كوسة، موزاريلا أو شيدر، الاتنين معايا اللي انت حباه نحطه. ومعانا بصل، ومعانا توم، ومعانا كرفس، وشوية حب من التوابل. توابل الكوسه: كزبره، كمون، بابريكا، وشويه ملح وفلفل. مقادير بسيطه وسهله. تعالوا نعملها مع بعض. هشيل دي من السكه عشان الصوره الحلوه تبان، ونجيب حله الشوربه الحلوه بتاعتنا ونشوف ازاي نعمل مع بعض شوربه الكوسه بالجبن. طاسه على النار شديده الحراره. ملاحظين حاجه هنا؟ معلش بعتذر، الزبده دي هشيلها من قدامي. الحلقه بتاعتي دايما في الاكل الصحي ما فيهاش اي ماده دهنيه غير زيت زيتون. يبقى رقم واحد لما نيجي نعمل اكل صحي كل الساده المشاهدين نحط في الاعتبار استخدامنا للماده الدهنيه، لا زبده ولا سمنه في المطبخ. خلينا مع زيت الزيتون باقل كميه ممكنه ونعمل الشغل بتاعنا. هناخد الكوسه الحلوه دي كده نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي. لا مش هحط لها دقيق. المخرج بيقول لي الكوسه عشان تبقى لها قوام بنحط، لا ولا هنحط دقيق ولا اي حاجه. هناخد الكوسة نقطعها كده، الكوسة تتغسل، ما تقشرهاش، خلي خضرها وجمالها ده يكون هو الايه؟ العنوان بتاعها. تتغسل ازاي؟ الخضروات زي الكوسة زي الخيار بنجيب في الماركت
السفنجه بتاعت اللي هي الاطباق بيبقوا ثلاثه تقريبا عرض، اللي هي بتبقى ناحيه ناعمه وناحيه خشنه. انا بكلم حضراتكم على واقع بنشوفه. هتجيبي السفنجه دي وتجيبي لها كيس، وتبقي انت عارفه دي بتاعه الخضار، ما تستخدمهاش غير في الخضار. بتجيب الخضار تحطيه في شويه ميه، زي الكوسه مثلا، زي الخيار، اللي هي الخضروات اللي هي قريبه من الارض، اللي دايما لما بتبقى في الزهره بتبقى مريحه على الارض وفي حضن الارض. حلو الكلام؟ اه. ونغسلها بالميه الساعه، حبه تحشيها بتخططيها بالشوكه، حبه تقطعيها زي ما انا شغال كده دلوقتي، تغسليها كويس وما تقشرهاش. اللي يقشر الكوسه يبقى غلطان. هنخليها زي ما بعد كده. معانا كرفس، عروق الكرفس وورق الكرفس، بنفرمه كده ونروح مع بعض على النار. وتعالوا نشوفوا مع بعض هنعمل ازاي شوربه الكوسه بالجبنه. الماده الدهنيه هنا يا عم الشيف معلقه زيت زيتون اهي، في طاسه شديده الحراره. حلو قوي. اهم حاجه عندي الصدمه الناريه لبصلايه ناعمه حلوه تدي طعم للشوربه دي، واصبري عليها شويه. الله. واسمع صوت البصله وهي نازله في الطاسه اهي، ده مهم جدا على فكره. انت ممكن تعملي شوربه كلها نيف نيف، يعني البصل مع الثوم مش بحبها، مهما كان بتبقى الثوم البصلايه نيه في قلب الشوربه ما بتبقاش لطيفه. فاستنى شويه واصبر شويه على البصلايه لما تاخد لون، وانا واقف كده تتحمر. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ونعلي النار هنا. وتعالوا نتكلم على الاكل الصحي. عايزك لما تعملي اكل صحي تعملي الاكل الصحي اللي بيناسب كل افراد العائله. يعني مش معناته ان جوزك مطلوب يخس 5 كيلو او مثلا مطلوب ان هو يعمل ريجيم يبقى انا كل الاسره تعمل، لا بالعكس، خليكي في الوسطيه. والوسطيه حلوه قوي انك تعملي اكل الكل يتقبله. شوربه الكوسه اللي عاملها دلوقتي داخلها جبنه موزاريلا، هتبقى لطيفه وجميله، الصغير والكبير يشرب منها. هتقولي لي بنسبه كام صحيه؟ بنسبه 80% 70%، مش لازم تكون بنسبه 100%. يعني الرجيم القاسي او الاكل الصحي اللي هو خالي من كل حاجه ما بيبقاش لطيف للامانه. عشان كده بقول خلي يوم في الاسبوع اكل صحي، والوقايه خير من العلاج. بصلايه في معلقه الزيت حمرتها خدت لون اهي، شفت ازاي؟ ما فيش زيت كتير، ما فيش سمنه، اه بالشكل ده كده، اهم حاجه بالشكل ده كده. معانا الكوسه ومعانا الكرفس، ينزل كده هنا. الله. ونخليها تستوي بقى براحتها، عشان كده انا بدات بيها، تاخد وقتها في السوى، ما استعجلش عليها لغايه لما تتهري. في طريقتين ان احنا ننعمها. الطريقه الاولى نسيبها لما تبرد وتضربها في قلب الخلاط كانك بتعملها عصير، ودي طريقه بتبقى يعني خطورتها وارد انك تنزلي بيها سخنه في قلب الخلاط، الخلاط يبوظ منك تدعي عليا، ووارد تصبري عليها لغايه لما تبرد وتعدي بخير وسلام. الطريقه الثانيه اللي هي الامنه انك انت من مصروف البيت يا ست الكل، يا ست الحبايب يا عروسه، بتجيبي الهاند ميكسر بتاعنا، وده بثلاثه تعريفه، يعني سعره لما تحطيه في علامه تساوي جنب الفوائد بتاعته وجنب راحتك اكيد طبعا سعره هنا ولا حاجه. ده كده خلاط يدوي او مضرب يدوي بيفرم لك الشوربه اللي انت عايزاها وهي على النار، وهو ضد درجه الحراره وجميل جدا. اه ما اعملش اعلان عنه، بالعكس. آه. وده موجود يعني. اه نقلب البصلايه. الله. مع التومه مع الكوسه، حطيت حبيتين جزر حلوين كده يدوا طعم، ونقلب كده الحلويات دي. الشتاء مطلوب ان احنا نعمل شرب كتير، عملنا شوربه العدس بكل مشتقاتها وهنعملها برضو بافكار جديده. عملنا العدس الاصفر والعدس ابو جبه الاسمر الجميل اهو، عملناه طواجن اهو، عملناه مافن كسر الدنيا، حاجه كده زي الكب كيك لطيفه وجميله الاولاد حبوه. انا متاكد انك انت عملتيه احسن مني. ننزل طبعا
بالميه بتاعتنا بتكون بتغلي، مهمه جدا عشان ما تاخدش وقت كبير منك في السوا. الله الله الله، زلزال، سمي بسم الله. بس خلاص ونقلبها كده. خلصت الشوربه، طبق شوربه للامانه يعني مع شريحه من التوست متحمره، وجبه مع طبق السلطه زي اللي عمله دلوقتي، وجبه. هتقولي لي فيها كل العناصر؟ فيها، فيها الدهون، فيها الفيتامين اللي انت عايزاه، فيها حاجات الياف لمشاكل القولون. خلوا الشوربه تستوي على النار علشان محتاج ان هي تتهرس كويس. ومعانا سبانخ من خير ارضنا، والسبانخ في ايام الشتاء بتبقى منوره الارض. خلونا نعملها النهارده جراتان مع الشوفان. الطبق ده بهديل كل الساده المشاهدين اللي حابين يعملوا هيلث فود، او يعملوا دايت يوم في الاسبوع، او ياكلوا حاجه حلوه لطيفه بفكر جديد، او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الصورة الحلوة بخضرها بجمالها، الشتاء بيجي ببركته، وبسم الله ما شاء الله من نعم ربنا على الإنسان بجد والله العظيم. هو فضله طبعا من كل مخلوقاته. كل موسم بيجي بخيره، الشتاء بيجي بخيره، الصيف بيجي بخيره. تعالوا الشتاء فيه سبانخ، فيه بصل أخضر، فيه خس بلدي. تعالوا ناخد السبانخ النهاردة نعملها جراتان مع الشوفان. مقاديرها على الشاشة. سبانخ ورقية طازه وزي الفل. اخواننا الفرنساويين بياكلوها نيه زي ما هي كده، اخواننا الطلاينه بياكلوها نيه زي ما هي كده، بس ما بتبقاش بنفس الطعم ده، لان دي طعم الارض الطيبه مصر. معانا شوفان، رقائق الشوفان، معانا بودر من الشوفان بتنعميه في الخلاط، معانا كمان يا عم الشيف شويه جبنه شيدر معانا او موزاريلا برضو اختياري، ومعانا بصل وتوم. ازاي نعمل السبانخ جراتان بالشوفان؟ وللامانه معانا حليب دسامة قليلة من أي ماركت، حليب دسامة قليلة. تعالوا نعملها مع بعض سريعا. أول حاجة هشتغل في الشوفان، في السبانخ سوري. طاسة على النار فيها زيت زيتون، ركزي معايا بقى عشان الطبق ده حصري. الشيف المغازل لما بيقول حصري بمعنى الكلمة وبمعنى الخبرة الطهوية هتعمليه لولادك. هناخد البصله دي كده، انا بعمل دلوقتي مكون غذائي. بصلايه تقطع بالشكل ده كده شرايح، باخدها زي ما هي كده حلو. بعمل ايه؟ بحطها في الطاسه شديده الحراره. الله، شفت الحلاوه دي؟ هو ده. تسلم ايدك يا عم الشيف. بخليها على النار، ريحه البصله توجع لي عيني. حط شوية زعتر حلوين، والبصلية بتتحمر. معانا روزماري لطيف وحلو بيدي شخصية للبصل وبيديله طعم وفليفر، وده برضو زي ما قلت لحضراتكم بتلاتة تعريفة بتلاقيه عند الراجل بتاع الخضار، جيبيه بقلب جامد. تشوي دجاج، تشوي جمبري، تشوي سمك، تشوي لحمة، استخداماته كتير على فكرة، من الحاجات الأساسية في المطبخ. والبصلايه اخوتها كده ايه، تحميره حلوه مع الاعشاب دي. الله على ريحه الروزماري مع البصله، ولا شامم ريحه بصل والله العظيم. شفت؟ هو ده هو ده هو ده. هو ده، الله على الحلاوه. حلو، نعمل حاجه لطيفه كده. معانا توم. ناخد شويه توم حلوين، خلي التوم كده ياخد لون كمان وانا شغال كده. شفت التركيه دي؟ هو ده في قلب الطاسه. يلا بينا. معانا سبانخ ورقيه، باخد السبانخ زي ما هي كده بحلاوتها وجمالها. نعم يا غالي، معانا اهي كوسه اهي والله العظيم. عايزنا اوديها فين؟ طلعها هنا عينيا. حاضر.
انا يا باشا معاك اهو كوسه، شوربه الكوسه ما جربتهاش؟ طب جربها بالطريقه اللي هعملها دي. على فكره انت على طول شغال شوربه عدس، يا شوربه شعريه، يا شوربه مشروب بالكريمه. فكرنا نغير من مدرسه الشرب، نعمل مره كوسه، مره بسله، مره بطاطس، شوربه خضار مهروسه فيها جزر، فيها كوسه، فيها كل انواع الخضار. انا مهتم جدا هنا بالبصلايه دي، لان هي دي البطل، هي دي الطعم اللي هتكسر طعم السبانخ اللي احنا مش واخدين عليه. يعني اخد بس سبانخ كده، عايز اللحمه مفرومه يا شيف، سبانخ كده من غير لحمه اكلها ازاي؟ هو ده اللي الاعتراض اللي احنا بنشوفه في افراد العائله. البصلايه دي مهمه جدا بالتحميره الحلوه دي كده، بحط عليها شويه بهارات حلوين. شفت هنا الماده الدهنيه؟ معلقتين زيت للامانه، شويه بابريكا، بسم الله الرحمن الرحيم، تبلها كده، خدت لون البصلايه. وعلى فكره البصل فيه سكريات، فلما بنكرمله على النار بيديني الطاقه بتاعته، بيديني جماله اللي هي الكرمله بتاعت البصله اللي هو طعمها. لذلك البصل لما بيتشوي للامانه، والله الكلام ده بقوله، والكلام لما بقوله ده بيرجع للخبره الطهويه والعلم الطهوي. لما بتشوي بصل على فحم او في فرن مع لحمه بتلاقي ريحه البصل هي اللي ظهرت. بتشوي البصل ده مع اي حاجه، ريحه البصل هي اللي ظهرت. حتى وانت بتقطعي في المطبخ اي حاجه بتلاقي ريحه البصل وهو ني برضه هي اللي ظهرت. هناخد السبانخ الحلوه دي كده، الله، حديد حتى هو نازل، السبانخ وهي نازله على البصلايه لها حس كده، لها صوت. نعم، دول ما يكفونيش بعد ما يستووا. خرجنا بيقول لي كل دي سبانخ، يعني هو في اعتقاده ان انا جبت كل السبانخ اللي عند الفكهاني، هي شكلها يقول كده. بس خلي بالك السبانخ ديت بما ان هي غنيه بالحديد وعضلات زي ما احنا عارفين وحديد ومعادن، فعندها مشكله. اول ما بتشم النار بتلاقيها هبطت. انا مش هقلبها ولا حاجه بصراحه، عشان لو قلبتها تطلع من الحله. كل اللي انا هعمله يا عم الشيف، هعمل التركايه اللطيفه دي وانا شغال. طب وليه؟ بص انا هعمل حاجه حلوه قوي. شفت الشوربه دي؟ والله دي بره، دي بره، دي بره النص. خلي بالك هو دي بس شطاره. انا بالامانه كنت احط ميه، مش هحط ميه، هعمل ايه؟ اعمل كده اهو. بص على الحلاوه دي، هو ده المطبخ اهو اهو. نحطها هنا، ودي كمان هنا، واغطيها. لا للامانه سنه ملح واغطيها. يلا نتفرج عليها بعد دقيقه من دلوقتي. امسك الساعه بتاعتك كده ودقيقه من دلوقتي. زود هنا شويه ميه اللي خدناهم، ونسيب الشوربه بتاعتنا على النار. تعالوا مع بعض نعمل الوايت صوص. الوايت صوص بتاعنا مش بشاميل، مش زبده. حلو، الوايت صوص بتاعنا ايه يا عم الشيف؟ شوفان، شوفان بودر ورقائق الشوفان. هنعمله مع بعض ازاي؟ حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا مساحر، هو ده الكلام. معلقة زيت صغيرة، حلو، ده الوايت صوص بتاعنا. معانا حليب دسامة قليلة، احنا هنصدق بالله في الماركت يقول لك حليب قليل الدسامة، زبادي قليل الدسامة. هنحطه كده، حلو قوي. معانا الشوفان البودر، هنحطه هنا ونقلب دول كده. معانا رقائق الشوفان بنحطها هنا بالشكل ده كده ونقلب ونصبر عليها شوية. طبيعي ولادنا لما نحب نأكلهم شوفان بناخد الشوفان بنحطه على زبادي ونحطه في التلاجة ساعة زمن ساعتين، بنلاقي الشوفان وبذور الشوفان ورقائق الشوفان نشفت الزبادي وامتصته. نفس القصة هنا، الشوفان بنكونه عليه هاديين شوية
لانه عنده شويه تناكه كبرياء غير الدقيق وغير النشا. لما بنحطه في حليب مغلي بيدينا القوام، سواء مهلبيه سواء بنعمله بشاميل وهكذا او وايت صوص. ليه عم الشيف؟ لان الشوفان ما فيهوش ماده الجيلاتين، شوفان هادي ولكن غالب الياف فعاله وغير فعاله. الياف بتمتص الدهون والحاجات والمشاكل والترسبات اللي موجوده في الدم. يعني لما نحب نعالج الكوليسترول ونعالج مشاكل زياده الدهون اللي في الدم بناكل شوفان كتير، مكنسه المعده من الاخر. اهو بدا شفت بدا يطلع معايا. اهو هنصبر عليه شويه، ولكن قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا مخرجنا عايز يتفرج على السبانخ ويبص ويقول لك ايه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انا اوريك دلوقتي احلى سبانخ. اهو راحت فين السبانخ؟ مش باينه. اهو معلقتين وخلصت. اهو شفت الحلاوه دي كده. يلا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل للامانه هشوقكم انا لينا تركايه لطيفه وجميله بتيجي من الخبره الطهويه والابداع. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. للامانه ايدي وجعتني من ساعه ما طلعت الفاصل، وخرجنا بيقول لي ايه ده، إيه كل ده والشوفان ما طلع، اعمل ايه طيب؟ هو كده يا تقيل يا وادي يا تقيل هو الشوفان. عارفه لو انا حاطط نشا ولا دقيق كان زمانه اداني دلوقتي عضلاته وقال لك انا البشاميل انا الوايت صوص. ده لسه بيفك. اوعى تحط دقيق. انا لو والله العظيم المصداقيه هنا والشفافيه هنا اللي متعودين دايما نشوفها على شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى والفضائيه المصريه، انا كنت ممكن حطيت في الفاصل معلقه دقيق ومحدش هيقول لي حاجه، والمطبخ مطبخي والنار بتاعتي وشفنا القوام. لا انا بشتغل بالمصداقيه، عشان كده المعلومه بتوصل لحضراتكم بكل سهوله. انا ما زلت بقلب اهو. والشاهد على كده الاساتذه المصورين. ولازم الواحد يا اخوانا يكون صادق مع نفسه. يعني الصبح كده نقف قدام المرايه واحنا رايحين على الشغل وتكون تعيش لحظه صدق مع نفسك. لحظه الصدق مع النفس دي بتكون شخصيه قويه جدا. شفت الشوفان اهو. هسيبه على النار، بس هعمل تركايه حلوه اللي وعدت حضراتكم بيها ودي مهمه جدا. هتدعي لي. حلو الكلام؟ هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا مصفى. حلو الكلام؟ هنعمل ايه بالمصفى دي يا عم الشيف؟ هنصفي الميه بتاعت السبانخ، هصفيها على الشوفان. دي مدرسه بقى. يلا بينا يلا بينا. دي لازم اهي. بص الحلاوه دي كده اهو ده. الله، شفت هنا الحديد هنا البهريز. بس خلاص بسيبها هنا على جنب. بص على السبانخ اللي انت كنت مستكترها عليا يا فاروق. شفت شيل السبانخ دول؟ نقف محطه هنا. المحطه دي اسمها محطه الابداع. اخواننا في الشام، في لبنان، في سوريا بالذات، يعني الدول الشام لبنان وسوريا للامانه يعني بيعملوا السبانخ دي سلطه بالشكل ده كده. بتاخد عصير حامض وتتقدم طبق مقبلات لطيف وجميل. بنفس الطريقه بنعمل السريس اللي هي الهندباء. عارفين الهندباء اللي هو السريس؟ يتعمل بنفس الطريقه، بيبقى لطيف وجميل وبيبقى اغلى نوع من انواع المقبلات. السبانخ جاهزه. بص بقى على البشاميل بتاعي، شفت الجمال؟ شفت الطعم جه منين؟ ما جبتش بقى مكعبات وطعم واضحك على اول مصداقيه هنا اللي احنا يبقى بينك وبين نفسك صادق. ده البشاميل، ده الوايت صوص، ده الجراتان. ده شوفان والله العظيم، مع شوفان مطحون مع حليب دسامة قليلة مع قليل من الزيت وقلبتهم مع بعض. للأمانة هحط شوية ملح وشوية فلفل بس خلاص. تعالوا نعملها مع بعض بقى. ناخد شوية من دول كده حصري. طبق ده حصري
وحقوق الطبع لدينا وبس. نوزع الشوفان ده كده. نعم يا غالي، والله من عند ربنا. هو انت لما بتبدع في الصوره الحلوه وتخلينا اعيد واروح وتقعد تظبط لي في الاضاءه وتظبط الحاجات الحلوه دي، مش بتبقى عايز تطلع صوره حلوه؟ لانك انت جواك حاجه حلوه. نفس القصه، انت بتقف في المطبخ عايز تعملي حاجه حلوه، هتلاقي ربنا كرمك بكل حاجه حلوه. ناخد السبانخ الحلوه. الله، ناخدها زي ما هي كده ونوزعها هنا. الله، دي سبانخ مع بصل مع ثوم ونوزعها بالتساوي على وش الشوفان. درجة حرارة الفرن عندي 180. حلو، ايوه كده. لغيني بقول لي ايه رايك يا شيف لو حطينا لحمه مفرومه؟ لحمه مفرومه هنا بقى تخرجت بالكلام اللي انا بقوله من بدايه الحلقه، اللي هي ايه؟ الوقايه خير من العلاج، يوم صحي، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. لا خالص، انا من غير لا لحمه ولا بصل، سوري، لا لحمه ولا فراخ ولا سمك. ناخد البشاميل ده كده. على فكرة إضافة الجبنة هنا كمان اختياري، يعني حابين نحط جبنة ده اختياري. جربي الأكلة دي النهاردة لأولادك وقولي له رأيك فيها، جربها لجوزك وقولي له رأيك فيها. أنا مش هحط الشوفان على السبانخ كلها، هخلي كده أطراف الكسرولة باينة. شفت الجو ده كده، ده مطلوب. معانا جبنة شيدر، جبنة موزاريلا اختياري، هناخدها كده. اللهم صل على النبي. انا احط الاثنين، احنا خسرين حاجه؟ ربنا كرمنا اهو. دي شيدر ودي موزاريلا. ارس حلو، دي شيدر حلو ودي موزاريلا، هيطلع شكلها حلو، خلي بالك اهو. ونحط برضو شوية ايه شيدر هنا مع موزاريلا. تعالوا ندخلها الفرن مع بعض في درجة حرارة 180. وقبل ما ادخلها في الفرن اسمعوا المقولة الجميلة اللي دايما بقولها، وحقوق الطبع لدينا وبس، سبانخ جراتان بالشوفان، أكلة صحية بنسبة كام يا شيف مغازي؟ أنت قلت المصداقية، ونقف قدام المراية ونعيش لحظة صدق مع نفسنا والجو الحلو ده، وأنا عارف إن أنت معاك مصورين شاهدين على كلامك وبيحترموك بناء على المصداقية اللي بيشوفوها منك في الاستوديو، ما هم دول أقرب ناس ليا، أما حضراتكم على الشاشة شايفين موضوع تاني. والله العظيم بنسبة 90%، فين الدهون هنا؟ هتقولي لي في الموزاريلا، الموزاريلا دي قليلة الدسامة، بس هو ده الموضوع. فمتطلب برضو ان احنا نعمل اكل يتقبله كل افراد العائله. هتدخلها الفرن. كلمه جراتان جايه منين؟ جايه من الشكل الجراتان او الشكل الذهبي اللي بتاخده بمجرد ما تدخلها الفرن. شايفين الصوره الحلوه؟ برضو السبانخ هي اللي ظاهره، شوفان اهو، شفت الحديد. هنقفل الفرن بتاعنا وتعالوا نكمل موضوع الشوربه. جاهزه؟ تعال. الله، ناخدها بعيد عن النار، ربنا يكفينا شر النار. شفت مصروف البيت بيعمل ايه؟ الله، كوسة انا بحبها مهروسة خشن مش ناعمة قوي، يعني تبقى شخصيتها باينة. يعني ممكن تهرس نصها وتسيب نصها. مش كلها. تعالي بقى اضربها في الخلاط، هتدعي عليا السنين. ليه؟ لان الخلاط طبعا فيه في السكينه بتاعته بلاستيكيه كده، دي اللي هتسيح وتدعي عليا. خلي بالك لو جبت خلاط مصروح حتى من حديد ما ينفعش تضربي فيه السخن. هقول لك على حاجه حلوه، فرمتها كده، سيبي فيها شويه كوسه سلام
عشان اللي يشرب منها ما يفتكرهاش بسلة. بس خلاص معانا الموزاريلا، معانا الشيدر على نار كده. الله، يلا بينا يلا بينا اهو. ممكن تحطي بس موزاريلا، عارفة ليه بقى؟ عشان اللون يبقى ابيض ولطيف وحلو. نقلبها كده. الله، جربيها. اطلعي من شوربة العدس بقى، مش كل يوم تعملي لأولاد شوربة عدس. شفت القوام ده كده؟ ما حطيتش دقيق ولا نشا. نقدم الشوربة عشان عندنا سلطة عايزين نعملها لحضراتكم. التفاحة الحلوة دي كده. السلطة دي مكوناتها لطيفة وجميلة في متناول الجميع. بتصدرها البصل الأخضر وطماطم وزيتون. الله، توابلنا شوية فلفل، شوية ملح، سنة بابريكا. عايزة تحطي كمون حطي، بس الكمون هنا الجبنة الموزاريلا تنفر منه. خلي بالك. الله، ناخدها زي ما هي كده. يلا يا شباب، حبايبي مخرجينا، هو ده. اللهم صل على النبي. الله، ألف هنا وشفاء للي يشرب منها. دي شوربة الكوسة بنسبة كام يا مغني؟ شغال نسب النهاردة؟ هو احنا التنسيق بتاع الثانوية العامة بدأ بجد؟ بنسبة تقريبا 75%، يعني الطب بعون الله. تعالوا نعمل سلطة جميلة النهاردة، سلطة البصل بالزيتون مع بعض والطماطم. أنا سبتها للآخر لأن عايز إيه؟ ندرس شوية مع بعض ازاي نقطع الخضار، وخاصة الورقيات زي البصل الأخضر، لأنه يسجل وبيتحسب على الدرنيات. أنا بطفي النار على فكرة، دي المصداقية، إن أنت تطفي النار يا عم الشيف. وأنا لو ما طفيتهاش محدش هيقول أنت مش طافي النار ليه، علشان برضه أوفر الكهرباء. مقادير السلطة على الشاشة، بسيطة وسهلة. بصل أخضر، الله، طماطم، الله، زيت زيتون، وزيتون اخضر مش اسود. انا بحب الزيتون الاخضر في السلطه، بيبقى له طعم ومذاق تاني. خلي بالك، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. حلو قوي. هنجيب كسروله ازاز زي دي كده. الله عليك، حلو. وناخد البصل الاخضر الحلو بتاعنا. السلطه دي على فكره أنا بعشقها، وكمان معايا حباية فلفلة حلوة. تعالوا نعمل السلطة الحلوة دي كده. ده بصل أخضر أهو، بنقطعه كده. على فكرة إحنا لما نيجي على السفرة ونقدم البصل الأخضر ده كده، مش بنستفيد بكل البصلاية، يعني بنلاقي للبعض بياكل راس البصلاية بس ويسيب العروق، والبعض يحب عروق البصل الأخضر ويسيب الراس بتاعة البصلاية، لأنها بتبقى شديدة السبايس شوية. ده الطبيعي، ولكن أنا مع الاتنين لازم ناكلها. بالطريقة دي هتخليكي تاكلي كل البصلاية. ده بصل أخضر، ده لما ياخد زيت زيتون وعصير حامض دلوقتي هتدعيلي. بنكسر اللون الحلو ده كده بالفلفل ده كده. نعم، عينيا. عايز تشوف الحلويات اللي في الفرن؟ تاخد بس لون. ناخد الفلفل ده كده. انا ليا رساله النهارده عايز اوصلها لكل الساده المشاهدين، رساله بريئه باقل تكلفه ممكنه، بتعملوا مطبخ لطيف وجميل. ده زيتون اخضر بننزل بهنا. شفت السلطه الحلوه دي كده؟ جربها لاولادك النهارده وهتدعي لي. اهو ناخد الطماطم دي كده. مش لازم بقى اكتب لستة قد كده، ولا ابعت لجوزي رسالة على الواتساب هات وهات 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 وهات. الراجل يعني تبقى نفسه مفتوحة من كتر هات وهات وهات، يبقى مش عايز يروح البيت. ما هيجيب الحاجات دي كلها، طب ما كان قضاها بطبق كشري وخلص الكلام. دي طماطم تتحكي. حلو، خلص الكلام. هنطلع
السبانخ بتاعتنا، لا انا عايزك تتفرج على الجمال والله، ما طلعها غير لما تدلعها وهي في الفرن. انا معايا فرسان التلفزيون المصري حبايبي واخواتي اهو. حاضر يا فندم، احطها هنا عينيا اهو. تستاهل والله بنسبة 99%. الله. لا والموزاريلا لون والشيدر لون والسبانخ لون، ومعانا مخرج هيظهر الالوان والجمال. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ السلطه بتاعتي جاهزه، هتبلها عصره الليمون بتاعتنا الجميله هنا مكانها. بصل الاخضر لما ياخد ليمون بيبقى طعمه حلو، بصل الاخضر بيخلي ريحتنا وريحه بقنا بصل اخضر. بنحط شويه شبت، زيت الزيتون يا عم الشيف. شفت السلطه دي؟ جربت تستخدم البصل الاخضر في سلطه زي دي؟ حلو. شويه الملح الحلوين. شوف المفاجاه اللي جايه بقى، انا عاشق للكمون جوه السلطه البلدي عشق. كل ده مع بعضه. انا على فكره مش هقلبها لا بشوكه ولا بمعلقه، شوفوا بقى انا هقلبها ازاي. وده عايزك زيك بايديا. الطريقه دي اهي، دي لازم اهي اهي. شفت التقليبه دي؟ بحنيه بحنيه. الزيتون، وتلاحظ هنا انا ايدي رفعت من الملح شويه لان الزيتون فيه مالح. شفت السلطه الحلوه دي؟ زي ما هي كده، طبق صغير هنغرفها مع بعض، لازم بايديا لا الشوكه ولا المعلقه، هتديني الطعم اللي انا عايزه. دي حلالها هنا الطبق الحلو ده كده. الله. يلا بينا. السلطه دي بهديها لحبايبي اللي عاملين دايت. ممكن تضيف حاجه حلوه يا شيف، تجيب تفاحه خضراء وتقطعها مكعبات في قلبيها. البرتقان دلوقتي مال السوق، تجيبي برتقان وتقشريه وتقطعيه في قلبيها. بجد يا شيف الكلام ده؟ والله العظيم في مانجا في السوق دلوقتي حلوه قوي، مانجا كبيره كده موجوده، بشوفها دايما في ايام الشتاء ملحمه دي، يقولوا عصير بس. جيبيها وقطعها مكعبات وحطها في قلبيها. انا بديك افكار مسموح بيها مع السلطه دي. وجود البصل الاخضر هنا بيسمح لكل انواع الفواكه ان هي تخترق السلطه دي اهو. انت بتجيب الكلام والمعلومات دي منين يا عم الشيف؟ مش بيقول لك دايما الخبره بتلعب دور؟ طبعا بكون جربت الحاجه دي مره واثنين وثلاثه، الحاجه بتعجبني مره بقول المفروض تبقى كذا، وهكذا من التجارب الحلوه. لان المطبخ لا هو دستور ولا هو قانون ولا هو لازم موزاريلا مع الجراتان، لازم شيدر مع الجراتان. بالعكس، زي ما انا شغال كده النهارده، عملت ثلاث اطباق بوصات وفكرتهم بسيطه وسهله، ولكن بنسبه تقريبا متوسط المجموع يعني 80% اكل صحي. ايه رايكم؟ يوم في الاسبوع ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك، يعني رؤيه وفن وابداع باقل تكلفه ممكنه، بنخترق المطبخ الصحي بنسبه 85-90%، يعني رؤيه وفن وابداع من ماس بيرو. We'll be right back.